منطقة جبال النوبة بولاية جنوب كردفان تعج بفنون شعبية متنوعة وفقا لتعدد وتنوع القبائل، وربما لطبيعة المكان ذات المناخ المتنوع والجبال المنتشرة في معظم مساحات المنطقة أثر في تكوين مزاج السكان وإيقاعات فنونهم التراثية المختلفة والتي لا تكاد تبتعد كثيرا عن بعضها البعض. تتميز الألعاب الشعبية عند قبيلة طبق بالحركة والإيقاع السريع الذي عادة ما يصاحبه رقص جماعي من قبل الرجال والنساء معا داخل حلبة الرقص، وثمة آلات شعبية تحدث أصواتا تتماشى مع الألحان والرقص لإحداث المزيد من الإثارة خاصة عند ضرب الأرض بالأرجل مع اهتزاز وتمايل الجميع طربا وانفعالا مع الإيقاع والكلمات الملحنة المنسابة من الحناجر، وهي كلمات رقيقة شاعرة تمجد تراث القبيلة وتحثهم على التمسك بتقاليدهم الموروثة سيما وهم كانوا حكاما في غابر الأزمان. قبيلة طبق التي تنتمي إلى مجموعة الأجانغ هي إحدى مجموعات القبائل النوبية التي كانت تسكن في الولايات الشمالية، والدليل على ذلك لا زالت لهجتهم تحمل تراث الممالك النوبية التي نشأت هناك في فترة تاريخية تمتد إلى عهد الفراعنة. وحضارتهم التي تفتقت فكانت الإهرامات التي ميزتها عن غيرها وسجلت ثقافتها بأحرف من الهيروغليفية على جدار التاريخ الإنساني. نحن أسرة من ضمن الأسر الموجودة في جبال النوبة، وبنتمي لأسرة الأجانغ اللي هي متكونة من 15 قبيلة شمال جبال النوبة، 15 أسرة شمال جبال النوبة. ونحن أساسا نوبة من أحفاد كوش، بدءا بالترحاقة وبعنقي وإلى آخره حاليا. نحن عندنا علاقة وثيقة مع الشمال أصلا، يعني نحن كنا في الشمال أصلا، كنا في الشمال من أجداد، إلا إن الظروف المعيشية والظروف الحربية هي خلتنا الحروبات الكثيرة خلتنا إن نحن نكون في منطقتنا هذا، والنزوح بدأ من الشمال إلى وسط السودان. ونحن عندنا يعني جذور موجودة في الشمال، هم نحن عندنا خمسة أسر موجودة في الشمال، وهم الضناجرة والمحز والكنوز والحلفاويين والسكوت. ديل الأسر ديل عندهم علاقة وثيقة، لأننا تربطنا علاقة رحمية، علاقة رحمية، لأنهم هم تركناهم هناك والناس نزحوا وحصلت النزوح خلت بقايا الناس، ومن ضمنهم هم حسا موجودين في الشمال. وحاجة تربطنا هي اللغة ذاتها في حد نفسه والعادات والتقاليد.
سكنت الأجانغ بعد هجرتها القسرية من الولايات الشمالية في منطقة سوبا الحالية، إضافة إلى جزيرة توتي وكذلك جبل الأولياء. وأسماء المناطق المذكورة لها معاني في لغة الأجانغ، بيد أن العهد العربي أدخل عليها بعض التعديلات، فكانت سوبا بدلا من شبكي والبركل بدلا من بركلي، وهكذا تتحد اللهجة النوبية في جبال النوبة مع لهجات المحس والدناغلا والكنوز وغيرها من القبائل النوبية في شمال السودان. جينا هنا في سوبا، سوبا ده أساسا دي المرحلة الأخيرة منها، جينا جبال النوبة. سوبا شوبته، وشوبته معناتها الخور الأصغر مقارنة بالنيل الأبيض. النيل الأبيض مساحته عندما يفيض بيكون وسيع جدا، وكانوا بيسموه الخور الأكبر. وأما النيل الأزرق أساسا ما قاعد تفيض وضيق، عشان كده مسمينهم الشوبته. وكان زماننا نحن يعني على حسب الجدود يقولوا انه كان اهلنا ديل ناس عراض وكبار وطوال، كانوا بيخوضوها ساقط بدون ما يركبوا مركب ولا اي حاجه الخور ده. هناك تقاليد تمارس في اعياد الحصاد والافراح والمناسبات الاجتماعيه عموما، وتفرد لها اغاني خاصه، كما لها وقتا خاصا سيما ما يطلق عليه محليا بالسبر، الذي يعد له اعدادا جيدا من حيث الملبس والاكل والشرب، فهو بمثابة عيد عند هذه القبائل، وتحضره مجموعات كبيرة من أبناء القبيلة والقرى المجاورة في مناطق السودان المختلفة. هي تراثنا تبدأ يعني عاداتنا تقاليدنا تبدأ طبعا يعني موس يعني تبدأ من الرشاش. أول رشاش من شهر 7 شهر 5، هو شهر 5 تبدأ طبعا زراعة. الزراعة طبعا بيسمى وينجوكي، وينجوكي طبعا بعد وينجوكي تبدا عاداتنا، بنبدا العادات نبدا الزراعه. بعد الزراعه شهر 6 في يعني بندنويكي، بندنويكي طبعا يعني بدايه الناس يعني سبر بتاع حش يبدا بيه الحش. شهر 7 في يعني اورم بندنجوري يعني زراعة الكجور، يمشي حشو زراعة الكجور. شهر 8 يعني كدنجوكي، كدنجوكي يعني بيعتبر يعني سيبر الكركدة. شهر 9 شهر 8 هو طبعا تقطع، كان الأفراح كلها تقيف، لأن ما تاني ما في غنى ولا لعب ولا حاجة. شهر 8 ده عادات التقاليد بتاعتنا، ما بتاع إلا شهر 9 يعني في سيبر اللوبة، يعني بقول يعني ومولنجوكي، ومول ده طبعا يحوس لوبا ومولجوكا. بعد مولجوكا تجي شهر 10 تجي دونغارنجي، دونغارا ده هو ده خلاص تفك الحصر اللي كان يعني الناس ما بيغنوا وما ما بيلعبوا، يعني تفتح خلاص العاب من شهر 10. في تقاليد الزواج تقدم الخراف كإعلان لخطوبة البنت عند قبيلة طبق، وفي يوم الدخلة تصنع الوليمة من بعض الحبوب الغذائية التي تزرع في المنطقة، وهي متوافرة بكميات كبيرة، وثمة أغاني بمصاحبة الحكامة. ويندوكني ده كمان بيتكون من الشريف والذرة وبرضو سمسم أو فول ملخبط مسحون برضو يعملوه. خلاص بمشي بعمل النفاره طبعا، حشوا يعني الزرع اللي هم البيت، يلا اذا هم تموا الزرع ده عندهم عادتهم كمان، يلا واحد منهم بخمش القش يلا الحشه ده وبيجروا بيجيبوا البيت. هنا في البيت طبعا مجهز له قزازه كامله بتاع الزيت، يكبوا له الزيت ده من الراس، نص الراس ده هنا يمسحوا بيه الزول اللي وصل القش، معناته هم تموا المشروع. يلا بعد ذاك المجموعه تيجي من ورا يلا عملوا الحفله، طبعا بلعبوا كده لنص الليل ساعة 12 واحدة كده، وبعد ذاك بفروا بمشي بيوتهم. وبعد ذاك برضو العروس
بزوجها بجوها البيت ما بتاكل اللحم الا تبكر، اذا ما بكرت ما بتاكل اللحم. بعد توضع حتى جنازه تمشي يصيد يجيب لها اللحم حتى تاكل. ده من ده عاداتهم طبعا، ده زمان. طيب مختين انت طبعا، وبرضه يوم العرس في زيانه العروس دي بزينوها زينوها ولا كان غارو غاري قمر بدوي صاحب الربابة بقي في هذه المنطقة وحيدا 16 عاما، وهو يغالب ويقاوم الدوافع النزوح من منطقته إبان أحداث الصراعات القبلية في التسعينيات من القرن الماضي. بقي يترنم بأغانيه ليصبر نفسه ويسليها عن فقد الأهل والأصدقاء، حتى رجع إليه الجميع بعد انتهاء الحروب وبدأت عمليات الإعمار في هذه القرية من جديد. Kutungula katangare ufumulale shilta yana abali de ila kundonya korbolda. Ilingare ulda duane munyane. Tani ndunjiljare ulda duane munyane wakaka wele dena ulda duane. Dukula angale shua nyu ufumulale wara uri shujia kundunja kwa ngala. Dukula angale shua nyu gaiji bitkar angale shua nyu na wara uri shujia tulia kwa ngala. وللنجارة أو الطبل صولات وجولات في قرية طبق، ولطالما تشهد ضرباته ونغماته على تقاليد قديمة ظل جزءا من تاريخها في المنطقة. ويبقى التراث الشعبي المتميز جزءا من تاريخ القبائل المتعددة والتي من اختلفت في بعض ثقافاتها ولهجاتها، إلا أنها جميعا ترجع إلى أصول واحدة. جبال النوبة تضم بين صخورها وأكامها ألوانا من الفنون الشعبية إلى حد الاندهاش، وجذورا تاريخية تؤكد أن الوحدة في التنوع الثقافي والإثني، وأن الولاية الشمالية وصوبة وجزيرة دوتي ذات الجسر المعلق ما كانت إلا مهدا لسكان جبال النوبة. جبل كلباء
الراقد في أحضان حاضرة ولاية جنوب كردفان يمثل واحدا من منظومة الجبال السبعة المكونة لقبيلة كودوغلي إحدى أهم قبائل منطقة جبال النوبة. وأهمية قبيلة كودوغلي تبلورها مفاهيم سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، فالقبيلة ظلت ممسكة بحبل الوحدة والتماسك وبوتقة تنصهر فيها العديد من القبائل والإثنيات. هذه القبيلة قبيلة كادوغلي مشهورة بتاريخها التليد، وهي أم القبائل في هذه المنطقة، حيث أنها دائما تعمل على جمع ولم شمل القبائل في هذه القبيلة الأم، فكانت تفتح صدرها واسعا لكل من يريد أن ينضوي تحتها. ولعمري كثرت هذه القبائل، واللي موجودة الآن في كادوغلي ما جاءت إلا ووجدت مننا الأم الرؤوم والحنان الدافئ، ولذلك انصهرت كل هذه القبائل في قبيلة كادوغلي. ولعل هذا التواصل الاجتماعي بين قبيلة كودوغلي والقبائل الأخرى عربية كانت أم نوبية إنما اختطه الأمراء والمكوك الذين تعاقبوا على إدارة شؤون القبيلة، فشكلوا نسيجا وحدويا مع القبائل المجاورة التي اعتزت بهذا التعايش. وانينا عايشين معهم عيشة سلمية، وأبدا منا اللي خلقنا معهم من هنا في البلد دي مرة واحنا محكمة ولا عملنا أي حاجة، عايشين عيشة كويسة جدا، والاحتفال ده كله على رأسي أنا. البلدية دي من 3 بيوت عملت 300 بيت، وقاعدين والله عايشين معهم عيشة كويسة. الأفراح والتواصل الاجتماعي سمة بارزة في تقاطيع قبيلة كودوغلي درجت على إظهارها كلما سنحت مناسبة اجتماعية كانت أم دينية أو حتى وطنية، إذ تجتمع القبيلة بمنظوماتها السبع: كلبا، مرتا، حجر المك، تجو، تافري، كليمو، ودمبا. تجتمع هذه المنظومة لتمارس الأفراح والتواصل الاجتماعي وتبحث من قبل شؤون القبيلة. التقليد هو تقليد تنافسي يعزز القيمة بتاعة الصلة ما بين أبناء القبيلة الواحدة، ويستضيف مجموعات الأخرى من القبائل في تراثهم الشعبي، في علاقاتهم، في تواددهم، في مصاهراتهم السابقة، في أحلافهم، إحياء لكل هذه القيم اللي أسسوا لها أجدادنا من المك الرحال وآخرين والمك الميراوي وخلافهم في المنطقة، الذين أسسوا لعلاقات قائمة على الترابط، على الاحترام، على التواثق، ونبذ الفرقة، نبذ العداء، نبذ الكراهية، وبالتالي تركوا لنا موروث نعتقد حاليا كجيل لا بد من المحافظة على هذا التقليد. وبالتالي هذه المبادرة من خلالها المقصود هو تطوير، بمعنى عدم التكلس فقط فيما هو قديم، وإنما تطوير ابتداء صيغ جديدة للتواصل بين الأجيال والتواصل ما بين أبناء القبيلة وأبناء القبائل الأخرى الموجودة في المدينة. والقبيلة هي قبيلة عنوان للمنطقة، بدليل حمل عاصمة الولاية لاسم قبيلة كادوغلي. هذا الطبل يسمى عند قبيلة كودوغلي بالنحاس، وهو طقس خاص عند القبيلة ظل يمارس منذ عهد المك رحال أندو والمك إدريس. يتضمن هذا النحاس عدة دلالات ومعاني. النحاس بتاع كادوغلي اللغة بتاعته أول معنى بتاعه بيقول أبو مبلى السلطان،
أبو مبلة سلطان. أبو مبلة دي البكرية بتاعت المقرى حال. فالنهاز برضو عنده زي ثلاثة دقات في حالة أنه يكون في حرب، في حالة أنه يكون في حرب يعني عنده دقة خاصة. أول ما يدقوه ناس كل بهنا يسمعوا، يبلغوا ناس مرتة ويبلغوا ناس دافرة ودنبة، بيكون عارفين في حاجة المجندو في طالبكم وطالب الفرسان. برضو عندنا بتاعت الأفراح، بتاعت الأفراح هو زي العادية هسي اللي قاعدين ندقوا فيها دي بتدقى في الأفراح. برضو يعني لما يكون يموت واحد من أفراد الأسرة بتاعت المجو كده، عندها دقة بتاعت حزاين برضه خاصة. وبجانب النحاس تتميز قبيلة كودوغلي برقصة الكمبلة التي تجاوزت حدود القبيلة إلى معظم قبائل جبال النوبة، بل أصبحت الكمبلة رقصة قومية يشارك بها السودان في المحافل الإقليمية والدولية. رقصة الكمبلة بنقول إحنا بتنافس حتى على النطاق العالمي، لأنها لعبة شعبية أو رقصة شعبية محبوبة. ورقصة الكمبلة هي جزء من الأزبار اللي بيحتفل به سنويا، يعني بيبدأ من شهر 7 حتى نهاية شهر 10، وله طقوس. بيبدأ بنزول الصوت، وبجينا من اللقوري، وطوالي بجي حجر المك، وبجي تافري، وبمشي دنباء، وبمشي لميري القبائل الغربية. وقصة الكمبلة يعني أسطورة طويلة. قالوا كانت في شابة حلمت بأنه في زول شال الصوت وبجلده، فقامت خافت وجرت احتمت وراء أخوها، وأخوها طوالي اتصدر الضرب بتاع الصوت ده. فأصبح العادة بتاعت السبر بتاعتنا أنه الصبيان بجلدوهم بالصوت، والصوت في اللغة بتاعتنا بنسميه فارق، يعني ده الصوت. فلها يعني طقوس ولها يعني مواسم. كمبلة ما برقصوها ساكت، برقصوها ببداية الخريف في فصل الخريف، وفي النهاية بيحتفلوها في شهر 10. هذا الاحتفال برضو جماعة مربوط بال يعني الشغل السماوي أو بالإيمان القوي، لأنه هم بزرعوا في شهر 7 وبحصدوا شهر 10 وشهر 11، بعد ذلك بعمل الاحتفال النهائي بالكمبلة. الاحتفال ده معناه شنو؟ شكر للمولى عز وجل على أساس أنه أتم الخريف والمحصول طلع يعني وافر، والناس يعني غنية والناس شبعانة. احتفالات قبيلة كودوغلي تتميز بنوع خاص من الأكلات الشعبية تمثل هذه البليلة واحدة منها. البليلة بالسمسم والفول، بقول لها باللغة بتاعتنا هذا السمسم، وحقيقة يعني بيعملوه دائما أمهاتنا الكبار، لأنه يعني خبيرات في 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 في, في, في الطهي بتاع البليلة. ولما الإنسان يقدم لك بليلة بتاعتنا نحن في قبيلة كادوغلي، معناه أكرمك كرم ما بعده كرم، يعني زي أنه الإنسان يطبح لك، لأنه المرأة بتعملها يعني بدقة وبطهي يعني دقيق جدا جدا. عشان كده لا 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 هي جزء من الموروث الموجود في القبيلة. أيضا بتواكب معه السبر في نهاية شهر 10، لأنه نحن طبعا بنزرع من شهر 7 بنحصد شهر 10، بنحصد القرع ونحصد العيش الريف والكرقة والفول والسمسم، دي كلها محصولات يعني ما بعد الخريف، والناس بيعملوها كسبر. يعني بدعوا كل الأهل وكل القبائل وكل الجيران بيعملوا البليلة دي بصورة واسعة بصورة كبيرة وقدموها للناس. حكومة ولاية جنوب كردفان التي شرفت الاحتفال وأشادت بمدلولاته وقيمه الاجتماعية والثقافية تقدمت لأبناء قبيلة كودوغلي برجاء. رجائي كابنة القبيلة بأن الأبناء أو الإخوة في الخارج وفي كل الولايات بأن
يحاولوا أن يحضروا كل هذه الاحتفالات حتى تكون هنالك مساهمة فعالة من الإخوة في المناطق الأخرى أو في الإخوة في ولايات السودان عامة. وكحكومة ولاية جنوب كردفان أنا بفتكر هذه الاحتفالات مهمة ليست فقط لأبناء قبيلة كادوغلي ولكن لكل القبائل الموجودة حول جنوب كردفان أو قبائل جنوب كردفان، حيث أنها مهمة وتجعل هنالك فرص عديدة للتفاكر من أجل القضية، للتفاكر من أجل السلام ولدعمه، وكذلك مهمة جدا للربط المتواصل لأبناء القبيلة. ويأتي موسم العيد، حصاد السمسم المجدول، وعيش الريف والجندول، سبر النار وسبر اللوبة، أفراح لها مدلول، تعج الأرض يرقص فوقها البعض، وبعض في سباق شائق ويطول. هكذا تمخض التواصل فولد فرحا رقص على أنغامه الجميع، وما أحلاها من ساعات للتلاقي تتدفق خلالها دموع المآقي.